رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا بشرح السلم المنورق لشيخ الإسلام والمسلمين الشيخ حسن القويسني شيخ الأزهر الشريف سابقا رضي الله تعالى عنه، وعن المصنف وعن جميع مشايخنا وعلمائنا في الله تبارك وتعالى أحياء وأمواتا إلى يوم الدين. قال رضي الله عنه: فصل في المعرفات. فصل في المعرفات جمع معرف، ويسمى تعريفا، يعني الكلام في المعرف أو في التعريف أو في القول الشارح. يعني التعريف هو المعرف هو القول الشارح. معرف وتعريف لتعريفه المخاطب بالماهية، وقولا شارحا لشرحه الماهية. هذا الذي يقال في هذا الباب أو في باب المعرفات. إما أن نقول معرف بكسر الراء والتشديد، أو نقول قولا شارحا، أو نسميه التعريف، فهما إيه؟ واحد. في فائدة قالها سيدنا الشيخ زكريا الأنصاري في لقطة العجلان، في شرحه للقطة العجلان وبلة الظمآن، قال: أربعة لا يقام عليها برهان ولا يطلب عليها دليل ولا يقال فيها لما، فإن ذلك كله نمط واحد، وهي الحدود والعوائد والإجماع والاعتقادات الكائنة أو الكامنة في النفوس، فلا يطلب دليل على كونها في النفوس بل على صحة وقوعها في نفس الأمر. قال: معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. فهذه هي المعرفات ثلاثة: الحد والرسم والتعريف اللفظي. فأنواع المعرفات كام؟ ثلاثة: تعريف بالحد، وتعريف بالرسم، وتعريف باللفظ أو التعريف اللفظي. ثم قال: فالحد بالجنس وفصل وقع. يعني كيف يقع أو كيف يكون التعريف بالحد؟ بالجنس والفصل، والمراد الجنس والفصل القريبين. والرسم بالجنس وخاصة مع، يعني التعريف بالرسم يكون بالجنس والخاصة، يعني الجنس القريب والخاصة. ثم بين أن الحد على قسمين: حد تام وحد ناقص. بأنواع التعريف ثلاثة: الحد والرسم والتعريف اللفظي. ولكن الحد والرسم كل منهما ينقسم إلى قسمين،
الحد التام والحد الايه الناقص، والرسم التام والرسم الناقص. فقال: وناقص الحد بفصل او مع جنس بعيد لا قريب وقع. يعني اذا كان التعريف بالفصل وحده فهذا يسمى بالحد الناقص، او كان بالفصل مع الجنس البعيد. وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. يعني الرسم الناقص هو التعريف بالخاصة فقط أو بالخاصة مع الجنس البعيد. وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهرا. هذا هو التعريف اللفظي، يعني يبدل لفظ بلفظ آخر يرادفه ولكن أشهر منه. ثم بعد ذلك ندخل في إيه؟ في الشروط. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعريف على ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علوي. قال الشارح رحمه الله: كلمة معرف جمع إيه؟ المعرفات، المعرفات جمع معرف، تقولش معرف. المعرف اللي هو الشيء الذي سيتم تعريفه، وهو اسمه المعرف أو التعريف أو القول الشارح. لو واحد فتح الرأي يبقى مش فاهم. قلنا المعرف يعني الذي يعرف به وليس الذي يعرف، فالذي يعرف هو المعرف الذي يعرف، إنما هنا الذي يعرف، فلا تخلط بين الأمرين فتضل ضلالا بعيدا. يبقى إذن هنا المعري ري ري فات مش المعرفات، و نقول كذا المعرف أو التعريف أو القول الشارح فقط، وهو واحد. يعني سواء قلت هذا أو قلت هذا كله إيه صحيح. يبقى إيه المعرفات جمع إيه؟ ها جمع إيه؟ ما أنا ما سمعتش، لم أسمع والله ما سمع. المعرفات جمع إيه؟ أيه كده. وأنا لما أتكلم بصوت لا تسمعون كلكم تصيحون صيحة واحدة كهشيم المحتضر، فتقولون لا نسمع. فلماذا إذا تكلمتم لا تسمعون؟ جزاء سيئة سيئة مثلها. الله. يبقى إيه الفرق بين المعرف والمعرف؟ عشان أشوفكم فاهمين ولا ما هو الفرق يا مولانا؟ فرق بين المعرف والمعرف، بس كلمة واحدة فقط، لو رغيت تبقى مش فاهم. لا ايوه يا اخي، ولا الذي ولا يحزنون، كل ده كلام فاضي. المعرف ايه الفرق بين المعرف والمعرف؟ ايوه يا مولانا، اسم فاعل والثاني اسمه مفعول. اه شوف العلامة مش عارف انتوا يعني ايه. سبحان الله، ما لو انتم تأكلون مثل ما يؤكل في مصر الفول والضاني كيف كان شأنكم؟ يبقى اسم فاعل واسم ايه زي ضارب ومضروب، وزي فاعل وايه مفعول، يبقى بينهما ايه شتان، بين اسم الفاعل وبين اسم ايه المفعول. يبقى معرف بالكسر اسم فاعل من ايه؟ عرفته الشيء تعريفا اي صيرته عارفا به، ويسمى المعرف بالتعريف ايضا يعني تسمية له بالمصدر. يعني لما نقول على المعرف نقول عليه تعريف، يبقى سمناه بايه؟ بالمصدر. خلاص كده؟ ويسمى أيضا بالقول الشارح لأنه يشرح الماهية.
واضح كده ولا مش واضح؟ طيب ايه المراد بهنا؟ يعني هنعرف الشيء، ما المراد بتعريف الشيء؟ يعني يلزم من تعريفه تصوره، يعني اول ما نعرف شيء يبقى يحصل ايه؟ صوره في الذهن. او يلزم من التعريف امتياز الشيء عن غيره، يعني يتميز. احيانا يكون التعريف يميز الشيء، يعني هو متصور بس لا اعرف ان اميزه عن غيره. خلاص كده. والمراد بالمعرفة يعني بعد أن يعرف بالشيء يصير الشيء معرفا ويكون المخاطب عنده معرفة به، يعني أصبح لديك معرفة، يعني معرفة حصلت لك بعد أن عرفت أو بعد التعريف، أصبحت ذا معرفة وقبل ذلك لم يكن عندك معرفة. إذن ما المراد بالمعرفة؟ هي تصور الشيء بالكن، دي المعرفة، تصور حقيقة الشيء أو تميزه عن كل ما سواه. فمثلا لما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق فإن تصوره يوجب تصور ماهية الإنسان بالكنه عند حمله عليه، كأن تقول الإنسان هو الحيوان الناطق، جئنا عرفنا بالكن. طيب وإذا قلنا حيوان ضاحك وحملناه على الإنسان فهذا لا يفيد التعريف بالكن، وإنما يفيد تميز الإنسان عما سواه، لأن الضحك خاصة له. فيبقى التعريف إما يوصلني إلى الكن، يعني إلى حقيقة الشيء، يا إما يوصلني إلى ما يميزه عن غيره، فأصبحت لي به معرفة وإن كانت ليست بالكن وإنما هي بالتمييز. إذا ليس كل شيء نعرفه نصل إلى كنه أو إلى حقيقته، هناك أشياء لا يمكن أن نعرفها بالكن لأن ذلك يستحيل أو أنه عسير جدا أو صعب، فنلجأ إلى إيه؟ إلى التعريف بالمميز، يعني ما يميز هذا عن إيه؟ عن ذاك، فيصير نوعا من التعريف. خلاص كده. يبقى إذن كيف نصل إلى تعريف الماهيات؟ قال والله في طريقين لتحقيق ذلك، يعني عشان نصل إلى الماهية، إلى الحقيقة، حقيقة ما يتركب منه الشيء. إما أن يعني نسلط النظر على نفس الماهية فنعمل فيها بطريق البحث من سبر وتقسيم، يعني نحلل المركب إلى أجزائه حتى نعلم من ماذا يتألف، أي ما هي المقومات الذاتية التي يتركب أو يتألف منها، وهذه تسمى طريقة الحد. ولذلك الحد ده يعني معناها سمي حدا من أجل المنع، لأنه يمنع غير ما نريد أن نعرفه، يمنع غيره من الدخول فيه، فيصبح الحد قاصرا على محدوده أو على المحدود. هذه هي الطريقة الأولى، نعمل نحلل المركب أو نقسمه
اسمها طريقة الصبر والتقسيم، يعني نعمل النظر للكشف عن الأمور التي يتألف منها الشيء الذي نريد أن نعرفه. فمثلا لو نظرنا في ماهية الإنسان، يعني في حقيقة الإنسان، نجد أنه ذات حية ثم لها القوة على التفكير وتحصيل العلوم. إذن ما هو الإنسان؟ حيوان، يعني كائن حي ناطق، يعني عنده القدرة على التفكير وتحصيل العلوم. فهذه هي ماهية الإنسان، حللناها فوجدناها مؤلفة أو مركبة من هذين الأمرين، الحيوانية وإيه؟ والناطقية. دي إيه؟ طريقة. الطريقة الثانية أن نعمل النظر للأمور التي تميز الماهية عن ما يشاركها، وهذه تسمى طريقة التمييز، لطريقة الرسم. فإن لم نصل إلى التعريف بالحد فعلينا أن نلجأ إلى إلى الرسم، الرسوم. ولذلك يكثر في الفقه وفي المعاملات من التعريف بالرسوم لا بالإيه؟ لا بالحدود. يبقى المعرف عبارة أو المعرفات عبارة عن ألفاظ مركبة تركيبا يحمل بيانا كاشفا أو مميزا عن الماهية، المطلوب معرفتها. ومعرفة الذاتيات للماهية يترتب عليها أمران: الأول الكشف عنها ببيان الذاتيات اللي احنا بنسميه التعريف بالحد، والثاني تمييزها عما عداها، وهذا يسمى الرسم. خلاص كده، يعني نشوف زي ما قلنا في الحد ما يتألف منه الشيء، وبالرسم ما يتميز به عن غيره. ولذلك لازم في التعريف نعمله نبدأ من الأعم وننتهي به بالأخص، أو نبدأ بالأعلى وننتهي بالإيه؟ بالأدنى. خلاص كده، يعني عاوزين مثلا مثال، يعني احنا قلنا نجيب العام، وبعدين اللي هو بيسموه الجنس ده العام، والخاص اللي هو الفصل. فنجيب الجنس، نأتي بالجنس القريب ونضيف إليه الفصل، عندئذ تظهر لنا ماهية الشيء، وعندئذ يتم التعريف. أدي لك مثال، وبناء على هذا المثال قس أي شيء تريد أن تعرفه. تعال مثلا في تعريف الخمر، بنحتاج الآن، وأي واحد حيدعي ممكن يقول لي مثلا اللي انت بتشربه الآن ده خمر، واحد حيفتري عليه هو لا يعرف الخمر وأنتم لا تعرفون حقيقتها. فإذا قال لكم إن الشيخ يشرب خمرا فتصدقون، لأنكم ترونه يشرب بالفعل، لكن ماذا يشرب لا تعرفون. طيب مما تتكون الخمر لا تعرفون، هي خمر وخلاص. يبقى نريد أن نعرف ماهية الخمر حتى نستطيع أن نقيم الحدود. احنا لا نريد أن نعرف الخمر لنشربها، ولكن لنقيم الحد. يبقى إذن عندما ننظر إلى الخمر نلاحظ أنها ذات لون أحمر مثلا، ويقذف بالزبد، يعني تجد الخمر لها ريم وزبد لأنها متخمرة، ونراها ذات
ذات رائحة حادة، الرائحة شديدة، لو لم يكن فيها رائحة لا تكون خمرا. اسأل الناس الكيفة تعرف، يعرفها من ايه؟ من رائحتها، لها رائحة نفاذة شديدة. وبعدين تطرب الشارب، يعني تخلي مزاج الشارب كده عالي العال كده، وهو بيشربها ليه يدفع فيها، إذا لم تكن تطربه يعني توري له الرجل امرأة، وتخلي له السماء أرض، وتخلي البحر ضحينة، وتخلي ما فيش إرهاب وما فيش عنف، والجو كده الحر يصبح باردا، تقلب له إيه حقائق. ما هي الخمر كده تخامر العقل، يعني تغطيه. نلاحظ أنها ذات لون إيه؟ أحمر، ويقذف بإيه؟ بالزبد، والرائحة إيه؟ نفاذة، وتطرب الشارب. ثم نرى أن الخمر عبارة عن جسم، ولكن جسم إيه؟ مائع، وهذا الجسم المائع سيال، ونراها شرابا، يعني تشرب لا تؤكل مثلا، ونراها تسكر، وهي من عصير العنب. ده كله إيه؟ الخمر. فننظر في هذه الأمور، أنها ذات لون، أنها تقذف بإيه؟ بالزبد، أنها ذات رائحة حادة، أنها تطرب الشارب، أنها جسم أو مائع أو شيء سائل، وأنها شراب مسكر، وأنها عصير عنب، كل ده هو إذا إيه؟ الخمر. هل يعقل نجيب ده كله كده ونقول في الخمر ما، أو نقول ما قال مالك في الخمر؟ ينفع؟ ده اللون، ده لون الخمر، كونه أحمر أو كونه لون أسود أو أخضر، وكونها تقذف بالزبد، هذه ليست من ذات الخمر، يعني ليست أمور ذاتية في الخمر. اللون وأنها تقذف به بالزبد، ليه؟ لأن بعض ما هو أحمر ويقذف بالزبد ليس خمرا. يعني لو جعلنا أنه لونها أحمر وأنها تقذف، ده أمر ذاتي، يبقى معناها كل ما كان لونه أحمر وفيه زبد يكون إيه؟ خمرا. يبقى إذن عرفنا أن هذه ليست من الإيه؟ الذاتيات، اللي هي يعني بدونها، الذاتيات بدونها لا تكون خمرا، يعني لو ارتفع الأمر الذاتي تنتفي الخمر، إنما الأمر الذي ليس ذاتيا ممكن يرتفع وتبقى له الخمر. طيب الرائحة الحادة، وكون الخمر تطرب من يشربها أيضا، هذا ليس داخل في حقيقة الخمر أو في ماهية الخمر. في أشياء كثيرة لها رائحة نفاذة، زي البنزين وزي المواد بتاعت الطلاء، دي رائحتها صعبة ومع ذلك ليست خمرا. الرائحة الحادة ليست من الذاتيات، وكونها تطرب الشارب أيضا ليست من الذاتيات، ولكن الرائحة الحادة واضطراب الشارب هذه من اللوازم، يعني مما يلزم الخمر وليس من من ذاتها، بدليل أننا نتصور الخمر، نتصور الخمر دون أن نستحضر هذين الوصفين، اللي الرائحة النفاذة وإيه؟ وإطراب الشارب، ولا يضر ذلك في تصورنا الخمر. وأيضا قد يشترك مع الخمر غيرها في هذين الوصفين، لكن إذا نظرنا إلى أن الخمر جسم ومائع وسيال وشراب ومسكر، وأنه من عصير العنب النيئ، فهذه الصفات ذاتية للخمر،
لأننا لا نستطيع أن نتصور الخمر إلا بها. أذن عرفنا إيه؟ الذاتيات وغير الإيه؟ وغير الذاتيات. ولكن بعضها قد يغني عن بعض، يعني مثلا كل سيال جسم، فبدل ما نقول جسم سيال في الخمر نقول إيه؟ سيال من غير كلمة جسم، خلاص كده، لأنه كل سيال جسم. فالسيال أخص، فنسقط الجسمية فلا نقول جسم سيال وإنما نقول إيه؟ سيال. والسيال والمائع متساويان، فبدل ما نقول جسم سيال مائع ماذا نصنع؟ نسقط الجسمية. وسيال ومائع متساويان، فنستغني بأحدهما عن الآخر، فنقول إيه؟ سيال. نقول إيه؟ سيال ما نقول سيال مائع فقط، اسمه ده جسم سيال جسم، نسكت كلمة جسم ونقول سيال، وبعدين ما نقولش مائع لأنه كلمة سيال وكلمة مائع متساويان، يا إما نقول مائع أو نقول سيال، نقول واحدة بدلا عن الأخرى، يعني نستغني بأحدهما عن الآخر. ثم الشراب يجب أن يكون مائعا، فنستغني به عنه، فممكن نشيل كلمة مائع ونستغني عنها بكلمة الشراب، لأن الشراب لا يكون إلا إيه؟ مائعا. خلاص سبنا سيال، فإحنا الآن وسبنا كلمة إيه؟ جسم، تركنا جسم فنقول إيه؟ سيال أو مائع، واحدة من الاثنين. وبعدين كلمة الشراب، الشراب لا يكون إلا مائع، يبقى نشيل كلمة مائع، شلنا جسم وشلنا سيال وشلنا مائع، بقيت كلمة إيه؟ شراب. خلاص كده، لأن الشراب لا يكون إلا مائعا فيبقى الشراب. يبقى باقي حاجتين تاني، كون الخمر من عصير العنب وكونها مسكرة. يبقى نقول في تعريف الخمر كده: شراب مسكر. شوف الاختصار، اختصرنا ايه؟ لانه الشراب ده ذاتي ما نقدرش نحذفه، خلاص. والمسكر ده فصل، يبقى الشراب جنس، يبقى يدخل اي شراب. اما عندما قلنا مسكر فصل يبقى اصبح هذه هي الذاتيات اللي في الامور الذاتيه التي لو ارتفعت، يعني لو شلنا كلمه الشراب زي كده ما فيش خمر، ولو حذفنا كلمة مسكر يبقى لا توجد ليه الخمر. يبقى نصل إلى تعريف الخمر بإيه؟ بالجنس القريب اللي هو شراب، والفصل اللي هو إيه؟ اللي هو مسكر. يبقى الجنس القريب شراب لأنه مشترك بين الخمر وغيرها من الأشربة، ثم نقيده بفصل يفصلها عن غيرها فنقول مسكر. إذن فالحاصل من التعريف أن نقول في تعريف الخمر بالحد: شراب مسكر، ثم ننظر لنتأكد هل هذا الحد اللي احنا عرفنا به الخمر شراب مسكر يساوي حقيقتها أو لا، فإن ساواها اكتفينا به، إن كان مساوي خلاص، أما إذا لم يكن مساويا أضفنا إليه ما يتممه، فهذه هي الطريق للحصول على التعريف بالحدود وغيرها من التعريفات بحسب الإمكان البشري. يعني غاية ما وصلنا إليه إن الخمر ده شراب، يعني شيء يشرب، وأن هذا الشراب يسكر، ده أقصى ما نستطيع أن نعرف به الخمر بحسب إمكاناتنا العقلية أو البشرية. لكن لو أردنا أن نتعمق في تحليل الشراب وكيفية الإسكار، ده موضوع معقد، عاوز ناس بتوع كيمياء وطب وشغلانة طويلة، فنصل إلى إيه؟ ما يستطيع أن يفهمه الآخرون. أنا أعرف للناس، لو أعرف مثلا لناس مثلا، يعني لو أردنا أن نعرف الماء نجيب الذاتيات،
إنما لو رحنا للأمور الكيميائية وتركب الماء والذرات والنيتروجين والأكسجين دخلنا فيه في موال ثاني بقينا، فنصل إلى إيه؟ إلى الإمكان الذي يستسيغه له الجميع. يلا شكرا. قال المصنف رحمه الله: معرف على ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي عرف. قال الشارح: معرف مبتدأ حذفت منه أن بوزن على ثلاثة. يعني أصل الكلام المعرف على ثلاثة، فده مبتدأ والمبتدأ لازم يكون معرفة. طب هنا نكرة، قال لك هو الأصل معرفة ولكن حذفت أل للوزن على ثلاثة قسم، والمعنى المعرف منقسم على ثلاثة أقسام. نعم. الأول حد وهو تام وناقص كما سيأتي. يبقى الحد يا إما تام يا إما ناقص، والرسم كذلك يا إما تام يا إما ناقص، بقي بعد ذلك التعريف باللفظ، وفي التعريف بالمثال، وفي التعريف بالقسمة. يبقى حنصل إلى سبعة اللي هي أنواع التعريف. نعم. والثاني رسمي ويسمى رسما وهو أيضا تام وناقص. يعني الحد فيه تام وناقص، والرسم كذلك فيه تام وناقص، والثالث لفظي. يعني التعريف يجيب لفظ مثلا أوضح ولفظ مشهور ويعرف به لفظ قليل الاستعمال أو غير مشهور، يعني كلاهما مرادف للآخر ولكن أحدهما أوضح وأظهر ومستعمل أكثر، كما نعرف له البر ونقول القمح. القمح هذا نستورده والقمح فيه أزمة فيكثر على ألسنة الناس، ولكن عندما تقول البر لا يعرفه كثير من الناس. أو نعرف مثلا الغضنفر بأنه الأسد، لكن أصبحت كلمة غضنفر مشهورة. القسورة مثلا، في كلمات في اللغة العربية لعدم أو لقلة استعمال الناس لها صارت كأنها لغة أخرى، مع أنها من من اللغة العربية، وربما كانت في القرون الأولى كانت أشهر من الكلمات التي نستعملها، ولكنها بسبب تركها وعدم استعمالها صارت كأنها يعني صعبة تحتاج إلى إلى تعريف. نعم. والثالث لفظي، أي تعريف لفظي منسوب للفظ المطلق وهو من نسبة الخاص إلى العام. نعم. وقوله علم تكملة للبيت، ثم بين ثلاثة لقوله: فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع. فالحد التام، يعني إذا أردت أن تعرف بالحد التام فقط عليك أن تأتي بأمرين: الجنس القريب والفصل القريب فقط. فإذا ذكرتهما كان التعريف بالحد التام. نعم. فالحد التام بالجنس القريب وفصل قريب وقع، نحو الإنسان حيوان ناطق. يعني الإنسان حيوان ده جنس، جنس قريب وليس جنس بعيد أو جنس أعلى. يعني مثلا لا يجوز تعريف الإنسان بأنه جسم، ولا يجوز تعريفه مثلا بأنه مادي أو أنه جوهر إلى غير ذلك، لابد من الجنس القريب. والفصل القريب يعني ناطق، لأن كلمة ناطق هي ميزت أو فصلت الإنسان عن المشارك له في جنس الحيوانية كالفرس مثلا. فإذا أردت أن تعرف الفرس نفس التعريف جنس تقول حيوان، نفس تعريف الإنسان، ولكن تقول صاهل. طب والكلب برضو حيوان، ولكن تقول نابح. والحمار حيوان ناهق، وهكذا. طب والسمك حيوان سابح. كل واحد شوف له فصل. لو أنت تسبح تصير سمكا. يبقى الإنسان حيوان ناطق، والمراد بالنطق يعني القوة على
الفكر وليس المراد بالنطق الكلام، للإجماع على أن الساكت والأخرس إنسان. ولو قلنا ناطق يعني النطق يبقى معناها الأخرس ده ليس إنسان جماد، والساكت لا يكون إنسانا، فليس المراد بالنطق الكلام. نعم. والرسم التام بالجنس القريب وخاصة بتخفيف الصاد للوزن. يعني ما تقولش وخاصة، ما تشددش الصاد عشان الوزن، خاصة وخاصة. وخاصة لتخفيف الصاد للوزن. يعني تقول فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، وخاصة مع، وليس وخاصة حيتكسر البيت. شاملة لازمة مع أي حالة كونهما مجتمعين كالحيوان الضاحك بالقوة في تعريف الإنسان. يبقى الجنس القريب مع الخاصة يسمى هذا إيه؟ رسم، رسم إيه؟ تام. أما إذا ذكرت الخاصة وحدها أو الخاصة مع الجنس البعيد هذا يكون إيه؟ رسم ناقص. وكذلك في الحد الناقص، لو قلنا الإنسان جسم ناطق هذا ليس حدا تاما، لأنه ليس فيه الجنس الإيه؟ القريب، وإنما هذا حد ناقص. وسمي التعريف الأول حدا لأن الحد هو المنع، وهو مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه. يعني الحد في اللغة هو إيه؟ المنع، لأنه مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه. يعني عندما أقول عن الإنسان حيوان ناطق يبقى لا يمكن يدخل غير الإنسان، يعني لا يدخل الجمل ولا الفرس ولا الكلب ولا أي شيء آخر غير الإنسان. ليه؟ لأن هذا حد، يعني عملنا حد، منعنا، كلمة حد يعني منع. لأنه إيه؟ وهو مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه. ويسمى التعريف الثاني رسما. لماذا سمي رسما؟ لأن الرسم هو الأثر، والخاصة أثر من آثار المعرف. يعني كأنه إذا لم أستطع أن أصل إلى الحدود فأعرف بالرسوم. فعارف كان العرب عندما يمشي في الايه في الصحراء يجد ايه في الرمال اثار الايه الاقدام، فممكن يعرف من الذي مشى، هل اللي مشى انسان ولا حيوان ولا هامة من الايه الهوام، فيستطيع. هذا اثر دل على ايه؟ على الأثر ده عبارة عن له إيه؟ له مؤثر، هو الذي ترك هذا الأثر فيستدل. والأثر عبارة عن رسم طبع دل على إيه؟ على من تريد أن تعرفه. فممكن حتى تعرف عدد المرة أو الأقدام التي اختلطت. مرة كان واحد أعرابي ند منه بعير، مع بعير جمل هرب منه، فأخذ يبحث عنه، فالتقى برجل وسأله: ضاع مني بعير، فهل رأيته؟ فقال له: هل البعير الذي تبحث عنه هل هو بعين واحدة؟ الرجل إيه الذي سأله الأعرابي يقول له: فيه بعير ضاع مني، هل رأيته؟ فقبل أن يجيبه قال له: هل هو بعين واحدة؟ قال: نعم. قال: هل هو مقطوع الذيل؟ قال: نعم. فكل ما يسأل سؤال صاحبه إيه؟ يجيب بنعم. ثم قال له: والله ما رأيته. فقال: كيف وصفته بهذا الوصف؟
قال نظرت في المرعى، طبعا هو بعين واحدة، فيركز على ما يراه من العشب فيأكل، والعين الثانية لا ترى فلا يعرف أن هناك عشب فيأكل في ناحية واحدة ويترك الأخرى، إنما لو كانت له عينان هيأكل من هنا ومن هنا. قال كيف عرفت أنه مقطوع الذنب؟ قال رأيت البعر في مكان واحد، ولو كان له ذيل لتناثر، هيعمل كده بالزين شوية هنا، إنما بينزل فيه في مكان واحد، فعرفت أنه لا إيه لا ذيل له، ووصفه دون أن يراه، هذا هو الإيه المنطق. قال فكيف لو رأيته؟ يلا وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الحد بفصل وحده كالناطق في تعريف الإنسان. يعني ممكن نقول في تعريف الإنسان ناطق فقط من غير ما يكون حيوان، وهذا يعرف أيضا أن الناطق هو الإنسان، ولا يمكن أن يشتبه بغيره، فلكن هذا لا يسمى حدا تاما، وإنما هو حد ناقص. أو نأتي مع الفصل بجنس متوسط أو جنس بعيد، فنقول جسم نام ناطق. نعم. أو بفصل مع جنس بعيد لا قريب وقع كالجسم الناطق في تعريف الإنسان. يا إما نقول ناطق فقط أو جسم ناطق، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قليل طلب. وناقص الرسم أي الرسم الناقص بخاصة فقط كالضاحك في تعريف الإنسان. يعني كما نعرف الإنسان بأنه ضاحك، أو بخاصة مع جنس أبعد بالصرف أبعد قد ارتبط، يعني هي أصلا أبعد دي تقول أبعد لا تقول أبعد، لأنها ممنوعة من الصرف أفعل تفضيل، ولكن صرفها لضرورة النظم. قد ارتبط أي ذلك الجنس الأبعد بالخاصة كالجسم الضاحك في تعريف الإنسان، يعني كل مثال واحد هو إيه الإنسان. وما بلفظي لديهم شبرا تبديل لفظ بردف أشهر، وما بلفظي لديهم شهرا أي والتعريف الذي اشتهر عند المناطقة باللفظ، وتبديل لفظ بلفظ رديف للمعرف يعني أشهر منه. يجب لفظ آخر رديف يعني مرادف ولكنه أشهر، وذلك كقولنا في تعريف البر، هو تقول البر، البر ذا حسن الخلق، ليس البر وليست ولا تقل ليس البر، تعريف البر هو الايه القمح، يعني هو ما هو البر ده لفظ مرادف، ولكن كلمة القمح أشهر لكثرة أو لشهرة استعماله في ألسنة العامة والخاصة، زي ما في القرآن فرت من قسورة، لو قلت لرجل هل رأيت قسورة كأنك تقول هذا ليس من العرب، لأن هذا اللفظ غير لا يستعمل كثيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا، يعني في شرط أو شروط للإيه لكل، ما المراد بكل؟ يعني الحد وإيه والرسم، يعني شرط كل من التعريف بالحد والرسم، يعني في شروط لأنه المعرف للماهية لا بد أن يكون غيرها، لأن معرفته سبب لمعرفتها، فالسبب غير الإيه غير المسبب، فعشان كذا لا بد أن تكون
معرفة المعرف سابقة على معرفة المعرف لوجوب تقدم السبب على إيه؟ على مسببه، لأن المسبب متوقف على إيه؟ على السبب. فاقرأ كده أول شرط. وشرط كل أي من الحد والرسم أن يرى مضطردا، أي كلما وجد التعريف وجد المعرف، فيكون مانعا من دخول أفراد غير المعرف فيه. يبقى شرط كل أن يرى إيه؟ مضطردا، لأنه الحد زي ما قلنا في اللغة هو إيه؟ هو المنع، لأنه يمنع غير أفراد المحدود من الدخول فيه. يبقى الحد معناه إيه؟ المنع، ده في اللغة. لكن هنا في الاصطلاح في الحد التام وفي الحد الإيه؟ الناقص. إنما الأصل اللغوي أن الحد معناه المنع، ومنه الحديد، سمي بذلك لأنه يمنع من الأعداء. يعني وأنزلنا الحديد، ليه سمي الحديد؟ لأنه يمنع ليه؟ يمنعك أن يصل إليك العدو أو يدخل بلدك. ما الذي يمنع الأعداء من انتهاك حرماتنا ومقدساتنا؟ السلاح أو القوة المعبر عنها في القرآن الكريم بإيه؟ بالحديد. وحتى كلمة الحد مأخوذة في حاجة تاني، يقال حدت المرأة على زوجها وأحدت. هي معنى حدت إذا منعت نفسها من الزينة، فكل حد معناه إيه؟ المنع. فالمرأة في حالة إيه؟ حداد، يعني إيه؟ تمنع نفسها من الإيه؟ من الزينة. وبعدين تلك حدود الله، ليه سماها حدود؟ يعني ما منع منها، يعني الله منع من أن نقترب منها فلا تقربوها، أو أن نعتدي فلا تعتدوها. يبقى إذن الحدود يعني معناها ما منع الله منه أو منع من المخالفة أو التعدي إلى غيرها. ولذلك سميت الحدود الشرعية حدودا. ليه؟ لأنها سبب في منع المحدود من ارتكاب موجبها. كذلك أنت لما تشتري، إن شاء الله ربنا يعني ينعم عليك بالمال، فتشتري بيتا أو دارا، بتعمل لها إيه؟ حدود، يعني فين حد الدار، فين بدايتها وفين إيه؟ نهايتها. لأنه لو ما فيش حدود حيدخل فيها ليه؟ الجار، لأنها تمنع حدود الدار، تمنع ما يجاورها من الدخول فيها، وتمنع ما هو منها أن يحكم له بحكم ما هو خارج عنها. وعرفنا سبب الحد ليه؟ التام، وسبب ليه؟ الحد ليه؟ الناقص. طيب قلنا أول شرط، وشرط كل أن يرى إيه؟ مضطردا بمنعكسا وظاهرا لا أبعد. إيه تعريف الاضطراد؟ شرط كل يعني من الرسم أو الحد أن يرى مضطردا. الاضطراد يعني مانعا، أن يكون الحد مضطردا. ومفهوم الاضطراد كلما وجد التعريف اللي هو إيه؟ تعريف اللي هو المعرف، وجد المعرف خلاص كده، أو ده تعريف ليه؟ للاضطراد. كلما وجد المعرف وجد المعرف. التعريف لانعكاس. ومنعكسا أي كلما وجد المعرف وجد التعريف، أي يعكسا، يعني أول حاجة كلما وجد المعرف وجد المعرف، ده إيه؟ ده الاضطراد. أما الانعكاس نعكسها، كلما وجد المعرف وجد ليه؟ المعرف.
الأول يقول كلما وجد المعرف أو التعريف، وجد المعرف هذا إيه؟ اضطراد. أما الانعكاس كلما وجد المعرف وجد الإيه؟ المعرف. ده معنى إيه؟ الانعكاس. خلاص؟ هي فائدة الاضطراد والانعكاس. طبعا الاضطراد ده اللي هو إيه؟ بيقولوا عليه تعريف إيه؟ مانع. ده الاضطراد هو المنع، والانعكاس هو الجمع. خلاص يعني جامعا إيه؟ مانعا. ومعنى كلمة جامع يعني لأفراد المعرف لا يخرج عنه منها شيء، هذه كلمة جامع. ومعنى مانع أي لأفراد غير المعرف أن تدخل فيه، فيمنع الغير من الدخول ويمنع الأفراد من الإيه؟ الخروج إلى غير التعريف. نعم. ومنعكسا أي كلما وجد المعرف وجد التعريف فيكون جامعا لأفراد المعرف لا يخرج عنه. وممكن نعرف يعني الاضطراد والانعكاس بطريقة أخرى أسهل، فنقول كده الاضطراد هو التلازم في الثبوت، يعني كلما وجد الحد وجد المحدود، والانعكاس هو التلازم في النفي. خلاص كده؟ يبقى الاضطراد هو ايه؟ التلازم في الثبوت، والانعكاس هو التلازم في ايه؟ في النفي. يلا. يعني كلما ثبت او وجد، وكلما انتفى ايه؟ انتفى. فلا يجوز يعني عشان تفهمها، ما الذي يلزم من الاضطراد؟ يعني ايه معنى يكون مضطرد؟ ما الذي يلزم من الاضطراد؟ المنع. وما الذي يلزم من الانعكاس؟ الجمع. يعني احنا بدل ما نقول إيه؟ ان يكون مضطردا منعكسا، نقول ان يكون مانعا او جامعا مانعا. يبقى الذي يلزم من كون التعريف مضطرد ايه؟ المنع، يعني يمنع غيره من الدخول فيه. طيب وما الذي يلزم من الانعكاس؟ الجمع، يعني بحيث يشمل جميع الافراد. وضحت ولا لسه؟ طيب يلا. فلا يجوز تعريف الانسان بالحيوان بدخول غيره فيه فليس بمانع. ولذلك بس في البعض عمل اعترض على كلمة الاضطراد أو كلمة مضطرد، والاعتراض ده أساسه لغوي، قال إنه سيبوي يقول كده طردته فذهب. ولا تقول العرب، أنت لما تطرد واحد يقول أنا طردت فلان من البيت، إيه اللي يحصل؟ طردته فخرج أو طردته فإيه؟ فذهب. ولا تقول العرب طردته فانطرد ولا طردته فاطرد. قال اللغة دي رديئة مش موجودة عند العرب. وبعدين كلمة اطرد لغة رديئة، ده البعض قال كده، لكن بعض العلماء ردوا قالوا لا، هذا الاعتراض غير صحيح، إذ الذي قاله سيبويه وهو إمام اللغة بيتكلم في حاجة تانية غير اللي احنا بنقوله ده. ما ذكر سيبويه هو الطرد بمعنى الذهاب، يعني لما قال لا تقول العرب طردته فانطرد أو فاطرد، يعني وإنما تقول طردته فإيه؟ ماذا تقول العرب؟ طردته فإيه؟ فذهب. إذن الذي يتكلم فيه سيبوي الطرد بمعنى الذهاب وليس هذا منه، بل المضطرد هنا مأخوذ من قولهم اضطرد الماء بمعنى اتصل جريه، واضطرد الشيء بمعنى تتابع، فهنا بعيد عن الاعتراض اللي استشهدوا عليه بقول سيبوي، لأنه سيبوي بيقول طردته فانطرد، لا ده هذا الاضطراد بمعنى ايه؟ بمعنى الطرد، زي ولا تطرد الذين يدعون ربهم. ف
فلا نقول في اللغة العربية من هذا القبيل طردته فانطرد، وإنما نقول فإيه فذهب أو فخرج. وإنما الاضطراد هنا مأخوذ من اضطرد الماء، أي جرى وتتابع جريانه، فده معنى ثاني مختلف غير إيه المعنى اللي هم تكلموا فيه. يبقى معنى اضطرد الشيء يعني تتابع. ايه طب يبقى هنا ايه علاقة الاضطراد بكلمة المنع؟ قال لك كأن التعريف الذي لا ينخرم، يعني تعريف ما يخرش وما ينخرمش، يعني متتابع. وكذا القاعدة التي لا تنخرم شبهها بالعين الجارية التي ينقطع جريانها، واستعير لها الاضطراد، ثم شاع ذلك حتى صار حقيقة عرفية أو مأخوذ من اضطرد الأمر يعني استقام، كما في القاموس. ومعنى الطرد عند الأصوليين كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت اللي هو العكس، معنى العكس كلما انتفت العلة انتفى الحكم، أو ده معنى عند مين؟ عند الأصوليين، وهو نفس المعنى اللي عند المناطق. كلما وجد المعرف وجد ليه، وهذا أمر متتابع وجاري زي اضطراد الماء، أي معنى كلمة مضطرد يعني متتابع، يعني لا ينخرم في إيه؟ في أي تعريف، كلمة يعني أمر ثابت وجاري على جميع التعريفات، أو معنى الاضطراد. والانعكاس يعني ده معنى إيه؟ يفيد إيه؟ يفيد التلازم. الانعكاس معناه إيه؟ معناها أن التعريف جامع، والاضطراد معناها أن التعريف إيه؟ مانع. يلا يا شيخ محمد. فلا يجوز تعريف الإنسان بالحيوان لدخول غيره فيه فليس بمانع. يبقى هنا لما نقول كده احنا في صفحة كام دلوقتي؟ 83. قول كده تاني. فلا يجوز تعريف الإنسان بالحيوان. لا هات من أول إيه؟ أن يرى مضطردا، أي كلما وجد التعريف وجد المعرف، أو تقول كلما وجد المعرف، لأنه كلمة التعريف والمعرف بمعنى واحد. كلما وجد التعريف وجد المعرف، يعني كده إيه مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه. يعني مثلا لو عرفنا الإنسان بأنه حيوان، هذا اختل ايه شرط اللي هو ايه شرط الاضطراد، هذا غير مضطرد. ليه؟ لانه اذا قلنا عن الانسان حيوان من غير ما نقول ناطق، دخل ايه غير الانسان في التعريف، فدخل الجمل ودخلت البقره ودخل كل شيء، واضح؟ فهذا ايه لا يجوز، لانه غير مانع، غير مضطرد، يعني غير مضطرد، لأنه سمح لغير الإنسان أن يدخل في تعريفه. يبقى إذن لا يجوز تعريف الإنسان بالحيوان. ليه؟ لأنه فقد شرط. ما هو الشرط؟ أن هذا غير مضطرد، يعني غير مانع، لأنه لم يمنع غير الإنسان من الدخول في تعريف الإنسان، فليس بمانع، يعني فليس بمضطرد. ولا تعريفه بالحيوان الكاتب بالفعل لخروج أفراد غير الكاتب عنه فليس تعريفا جامعا، أو فليس بجامع. يعني لما أقول على الإنسان حيوان كاتب، لو قلت كاتب بالقوة يجوز. ليه؟ لأنه ما من إنسان إلا وعنده إيه القدرة أو المقدرة على الكتابة، وإن لم يكن كاتبا بالفعل. فإيه الفرق بين القوة والفعل؟ أقول لك فلان ضاحك بالقوة، يعني يمكن أن يتأتى منه الضحك وإن لم يكن ضاحك، فهذا ضاحك بالقوة. أما ضاحك بالفعل عندما يظهر الضحك عليه. فلو قلنا الإنسان ضاحك بالفعل، يبقى حيخرج كثير من الناس الذين لا يضحكون من التعريف. إنما لو قلنا ضاحك بالقوة أو كاتب بالقوة، حيشمل، حيجمع،
وضحت ولا لسه؟ يبقى أول شرط أن يكون التعريف مضطردا يعني يكون مانع أول حاجة. ثانيا أن يكون منعكسا أي يكون يكون جامعا. وأن يرى ظاهرا أي واضحا لا أبعد أي أخفى من المعرف كتعريف النار بأنها جسم كالنفس. يعني يكون يجيب التعريف ما يكونش خفي، زي ما نعرف لي النار بأنها جسم كالنفس. طيب النفس احنا مش عارفينها اصلا، يعني مثلا اسأل واحد اقول له انت اين تسكن، اين بيتك، فيقول بعد بيت خالتي او عمتي، ونحن اصلا لا نعرف اين تسكن عمته او خالته. هذا اسمه تعريف شيء بما هو بما هو اخفى منه. يبقى الان لا بد يكون التعريف بما هو بما هو اوضح، خلاص، ولا يكون بما هو خافي، يعني لا نستطيع ان نصل منه الى شيء. وفهمنا الاضطراد وفهمنا الانعكاس. يبقى الشرط ان يكون ظاهرا لا لا أبعد، يعني ليس خفيا، نعم، ولا مساويا ولا مساويا ولا هي معنى ظاهرا يعني واضحا، خلاص كده، يعني أظهر من المعرف، خلاص كده، أظهر يعني أجلى وأوضح. ولا أقول ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تظهر بها. يعني معنى ولا مساويا؟ ما يكونش الاثنين زي بعض متساويين، يعني هذا خفي وهذا خفي، يعني مساوي له في الخفاء. زي اقول لك عرف الحركة، تقول لي هي عدم السكون. طب ما احنا عاوزين ايضا تعريف السكون، هتقول عدم الحركة، يبقى الاثنين هنا تعريف المتحرك هو ما ليس بساكن، وتعريف الساكن هو ما ليس كده. لم نعرف هذا ولا هذا، وإنما هذا تحايل، خلاص، هذا تحايل. لسه كنا بنسأل واحد في الامتحان، بنقول له إيه الفرق بين الفقه والعلم، فارتبك، يعني كان مش متوقع السؤال، كان فاكر هنسأله في حاجات من المحفوظات، ما الفرق بين الفقه والعلم؟ فراح ماذا قال؟ قال الفقه فقه والعلم علم. هذا هو التحايل، الفقه فقه والعلم علم، أو الفقه ليس علم والعلم ليس فقه. هذا هو اسمه مساوي، يعني مساوي له في الخفاء. وبعدين بقول ولا مساويا ولا ولا تجوزا. معنى لا تجوزا؟ يعني لا يجوز أن يرتكب المجاز إلا إذا كانت هناك قرينة، ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا، يعني لازم يكون في قرينة واضحة. يعني مثلا لو قلت كده الطواف عرفته بأنه صلاة دون سجود ولا إحرام ولا سلام، يبقى لازم تجيب قرينة، يعني تبين أنه القرينة فائدة القرينة، تبين. لما نقول مثلا رأيت أسدا، هينصرف الذهن إلى إلى الأسد الحقيقي الحيوان المفترس، إنما عندما تقول رأيت أسدا يتكلم أو يخطب، يعني معنى هذا تريد رجلا شجاعا. أو كتعريف البليد بالحمار، لكن إن ظهرت قرينة جاز. يعني مثلا لو الأول ما ينفعش نعرف الطواف، نقول الطواف صلاة دون سجود ولا إحرام، ما ينفعش التعريف ده. إنما لو زدنا وقلنا الطواف الدوران بالبيت
كده يبقى ايه واضح الكلام. او نقول في البليد اللي احنا عرفناه بانه حمار نقول ايه يكتب او يضحك، يبقى هذه هي القرينة التي منعت ارادة المعنى الايه الاصلي. خلاص يلا. قال الشاعر رحمه الله: ولا مساويا للمعرف في الخفاء كقولنا في تعريف المتحرك هو ما ليس بساكن، ولا ان يرى التعريف تجوزا بضم الواو اي لفظ تجوز اي لفظا مجازيا. يعني معناها ما ينفعش المجاز الا ايه ها الا بقرينه. خلاص، بمحل امتناع دخول المجاز في التعريف إذا لم تكن هناك قرينة. ليه؟ لأن القرينة تعين المراد، وذلك بيقول إيه بلا قرينة معينة للمراد بها أي بتلك القرينة تحرز بالبناء للإيه. إيه معنى تحرز؟ يعني الاحتراز، يعني ها ما معنى الاحتراز؟ يعني احترزنا بها عن المعنى الايه ها المعنى الاصلي. يعني محل امتناء التعريف بالمجاز اذا كان خاليا عن القرينه المعينه للمراد. يعني اذا كانت هناك قرينه تعين المعنى المراد اذا فلا يمتنع التعريف بالمجاز. واضح ولا مش واضح؟ يلا. التي يحترز بها عن إرادة غير المراد كتعريف العالم بأنه بحر يدخل الحمام أو يصلي ويصوم. شوف، لما قلنا على العالم بحر يدخل الحمام هي بحر، أو مثلا يصلي وإيه ويصوم، فيمتنع ليه؟ لالتباس المراد بغيره. فإن كان مع المجاز قرينة تعين المراد كقولنا في تعريف البليد حيوان ناهق يدخل الحمام، فهنا في قرينة. خلاص كده، يدخل الحمام ويصلي، فعرفنا أنه إيه إنسان بهذه القرينة. إنما لو قلنا حيوان ناهق يدخل الحمام ولا نقول يصلي، القرينة أصبحت كلمة إيه يصلي. جاز التعريف لأنه ارتفع عليه اللبس، لأننا ما يدريني أنك عندما تقول رأيت أسدا أنك تقصد رأيت شجاعا. أين القرينة التي أعرف بها أنك تريد بالأسد الإنسان الشجاع عندما تقول أسد يخطب؟ فكلمة يخطب دي قرينة رفعت الالتباس، لأنك لو قلت رأيت أسدا فقط هيلتبس المعنى المجازي بالمعنى الايه بالمعنى الحقيقي. قال المصنف رحمه الله: ولا لما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، ولا يكون التعريف بما اي بلفظ يرى اي يعلم معناه بمحدود اي معرف، يتوقف معرفة ذلك التعريف على المعرف لأداء ذلك الى الدور فيمتنع. يعني لا يجوز أن يدخل في التعريف ما لا يعرف إلا بنفس التعريف، هذا يؤدي إلى الدور، زي ما نعرف العلم بأنه معرفة المعلوم، مع أننا إذا سألناك عن المعلوم فتقول هو معرفة العلم، يعني أحدهما يعرف بالآخر، فهذا يؤدي إلى إيه؟ إلى الدور. ولا بما يدرى بمحدود، يعني ولا يكون التعريف بلفظ يدرى أن يعلم معناه بمحدود أي معرف، يعني كل واحد منهم متوقف على الآخر، يتوقف معرفة ذلك التعريف على المعرف، يعني المعرف على المعرف لأداء ذلك إلى الدور فيمتنع، كتعريف العلم بأنه معرفة المعلوم مع أن المعلوم تتوقف معرفته على معرفة العلم لاشتقاقه منه، وأجيب بأن المعلوم مراد منه الذات بقطع النظر عن وصفها بالمعلومية، فكأنه قيل العلم إدراك الشيء. يعني ولا بما يدرى بمحدود، يعني يدرى يعني المعرف، يدرى يعني يعرف بالمعرف، فهذا ممنوع لأنه يؤدي إلى إيه؟ إلى الدور. يعني مثلا أقول لك أين بيت خالتك فتقول بجانب بيتي،
فأقول لك أين بيتك فتقول بجانب بيت خالتي، فأنا لم أعرف لا بيتك ولا بيت خالتي. هذا اسمه الدور. ولا مشترك من القرينة خلا، أي ولا يكون التعريف بلفظ مشترك خالي. يعني هذا 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 يقال فيه ما قيل في التعريف بالمجاز. احنا قلنا التعريف بالمجاز لابد أن تكون هناك إيه؟ قرينة. أو وكذلك اللفظ المشترك، يعني مثلا لا يجوز أن أعرف الشمس بأنها عين فقط كذا، لأن عين هذا مشترك لفظي ولا معنوي؟ مشترك لفظي. فعندنا العين الجارية، وعندنا عين الشمس، وعين الإنسان، والعين الجاسوس. فإذا هنا الاشتراك لابد أن تكون معه قرينة، يعني لا يجوز أن أقول عين فقط، وإنما أقول مثلا عين حامية أو عين أو عين مضيئة، يجوز كده عشان ذكر الايه القرينة. إنما اللفظ المشترك وحده الخالي من القرينة يمتنع، كتعريف الشمس بأنها عين، ومحل امتناع المشترك ما لم يرد جميع المعاني الموضوع لها، كتعريف القضية بأنها قول يحتمل الصدق والكذب مع أن القول مشترك بين الملفوظ والمعقول، لكن لما أريد كل منهما صح التعريف. في فائدة بسيطة اللي بيقول لك المشترك لابد يكون معاه ايه؟ ها؟ قرينة. طيب يبقى اذا يمتنع التعريف بلفظ مشترك الا اذا كانت هناك قرينة. لكن متى يجوز التعريف بلفظ مشترك دون قرينة؟ ها؟ إذا كان يريد جميع ما يطلق عليه اللفظ، يعني مثلا لو كان اللفظ ده فيه ثلاث معاني وأنا أريد الثلاثة، هنا يجوز التعريف بالمشترك، لأن كل أقول لك كل معنى من هذه المعاني مراد، هنا جائز التعريف. لأنه إنما متى يمتنع؟ إذا أراد معنى واحدا، يعني مثلا الصلاة على النبي لفظ مشترك، يعني دعاء استغفار رحمة طلب علو كل ده مراد، فيجوز التعريف. يعني إذا أراد جميع ما يشتمل عليه اللفظ من معاني يبقى إذن يجوز التعريف بالمشترك، لأنه عندما تقول له يا أخي أنت ماذا تريد؟ تريد كذا؟ أقول لك أنا أريد الكل، لأنه لا إيه؟ لا تضاد ولا تضارب في المعاني، ولكن هناك تنوع. إذن يجوز التعريف بالمشترك، يجب أن يكون إيه؟ قرينة إذا أراد معنى واحدا، أما إذا أراد المعاني كلها التي يحتملها اللفظ فليس بمانع. افهم هذه جيدا. ولذلك نقول ومحل امتناع المشترك ما لم يرد جميع المعاني، يعني إذا أردنا جميع المعاني فلا يمتنع. فهمتم؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وعندهم الظرف خبر مقدم، من جملة المردود جار ومجرور في محل حال من الضمير المستتر في الخبر. أو عندهم ظرف متعلق بالمردود، من جملة المردود هو الخبر. والمبتدأ قوله أن تدخل لتأوله بمصدر منسلك من أن وما دخلت عليه وما دخلت عليه. يعني أيضا بيقول لك هنا في مانع آخر، عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام، أو أن تدخل الأحكام، أو أن إيه تدخل، أي لفظ يعني. يعني هنا إيه المراد بهذا؟ يعني هذا من جملة المردود، يعني أن نعرف ندخل الحكم في التعريف. يعني مثلا إيه حكم الفاعل؟ حكمه إيه؟ اسم مرفوع، مش كده؟ فلا يجوز أن نعرف الفاعل بأنه هو الاسم المرفوع، لأن هذا حكم، خلاص كده؟
يعني مثلا زي الخمر حرام، حكم الخمر الحرمة، فلا يجوز أن نعرف الخمر بأنها شراب محرم، لأنه عملنا في الحالة دي أدخلنا الحكم في الحد. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني ما تدخلش الحكم في الحد. يعني النار محرقة، ده حكم، ده حكم عقلي، فلا يجوز أن نعرف النار بإيه؟ بحكمها، ولا أن نعرف الخمر بأنها حرام، خلاص، ولا أن نعرف العالم بأنه حادث. العالم هو كل ما سوى الله، هو الجوار والأعراض، فلا نقول العالم هو الحادث، لا، لأن هذا إيه؟ حكم. يلا. والمعنى على الإعراب الأول ودخول الأحكام في التعاريف كائنا عندهم حالة كونه من جملة المقلوب. يعني كون الأحكام، الأحكام سواء كانت عقلية، الحكم، خد بالك الحكم كام يا شيخ محمد، الحكم العقلي وهي ثاني، والحكم والحكم العادي، أي حكم من دول العقل والشرع ما يدخلش في الإيه؟ يعني لا يجوز أن نعرف الصلاة بأنها فريضة واجبة، ما ينفعش، لأنه ده إيه؟ الصلاة مثلا تعريفها إيه؟ يقول لك أفعال تبتدأ بالتكبير وتنتهي بليه بالتسليم، أو ده تعريف الصلاة، نعرفها إنما لا يجوز أن نعرف الصلاة بأنها واجبة، أو الزكاة بأنها مفروضة، خلاص؟ يبقى الأحكام يعني الحكم سواء كان حكم عقلي أو حكم إيه؟ عادي أو شرع لا يدخل في التعريف، وهذا عند المناطقة من جملة المردود أي الممتنع. وعلى الثاني ودخول الأحكام في التعريف كريم من جملة المردود عندهم أي المناطقة، وخصهم بالذكر لأنهم الباحثون عن، يعني لما قال وعندهم يعني عند المناطقة، لأنهم هم الذين يبحثون في الماهية وفي التعريف. ودخول الحكم، يعني جاب لك مثال، دخول الحكم في التعريف كما تقول الفاعل هو الاسم المرفوع، فالرفع حكم من أحكام الفاعل، والحكم على الشيء متوقف على تصوره. خد بالك لماذا يمتنع تعريف الشيء بالحكم؟ لأنه بيقولوا كده، حتى دائما نسمع هذه العبارة، يقول لك إيه؟ يقول لك الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكيف أعرف بالحكم مع أن الحكم متوقف على تعريف الشيء؟ فلا يحكم على الشيء إلا بعد تعريفه، فكيف أدخل الحكم في التعريف؟ فهمت كده؟ يبقى إذن الحكم على الشيء متوقف على تصوره، فإذا أخذ الحكم جزءا في التعريف توقف المعرف عليه، وحصل الدور الذي هو توقف كل من الشيئين، توقف كل من الشيئين على الآخر. يبقى كأنه دخول الأحكام في الحدود زي إيه؟ دخل في البيت اللي قبله، ولا بما يدرى بمحدود، ولا بمشترك، ولا مشترك من القرينة خلا، باقي بيت واحد. يلا. ولا يجوز، ولا يجوز في الحدود ذكر أو جائز في الرسم خلفه ما رووا، يعني هو شرط أخير ده، لما تعرف مثلا شيء لا تقول مثلا الإنسان هو الناطق أو هو الضاحك، يعني ينفعش تقول أو، يعني لا يجوز أن تدخله، أنا عاوز ترسلي على بر هو إيه، يعني لا يجوز أن تأتي بأو، خلاص، لا يجوز في الحدود الحقيقية ذكر أو التي للتقسيم، لأن الماهية المحدودة شيء معين لا يتنوع، يا ده ما ينفعش ده أو ده، لا يجوز، خلاص. وجائز أي وذكر أو التقسيمية جائز، هذا جائز في الرسم، يعني مثلا لما نيجي في الرسم نقول كده الكلمة اسم أو فعل أو حرف، جائزة، لأنه هذا إيه؟ تقسيم، فهذا يجوز في الرسم، لكن لا يجوز فين؟ في الحد.
كقول في تعريف المعرف للشيء هو ما يقتضي تصوره أو امتيازه عن غيره. هذا رأي المصنف. نعم. واحترزنا بأو التي للتقسيم عن التي للشك أو للتشكيك فلا يجوز دخولها في الحدود ولا في الرسوم. يعني أو اللي هي للشك دي ما يجوزش أصلا، إنما المراد إنه أو اللي هي إيه للتقسيم، وليست أو التي إيه للشك. عندنا أو يا إما تكون للتقسيم يا للتخيير يا للشك. ما الذي يمتنع أو التي هي إيه للشك؟ خلاص كده. وطبعا التعليق احنا ذكرنا هنا ما ذكره المصنف من عدم جواز أو التي للتقسيم في الحدود وجوازها في الرسوم لم ينفرد به، بل صرح الأصبهاني حيث قال وتجوز أو في الرسم بخلاف الحد، لأن النوع الواحد يستحيل أن يكون له فصلان على البدل بخلاف الخاصتين على البدل. وخالف شيخ الإسلام زكريا فجوزها في الحدود واستند إلى تعريف ابن النضر. أو الشيخ الإسلام زكريا دخل أو بيقول إيه الفكر، تعريف النظر عند شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن، يبقى دخل أو. بمعنى أن النظر قسمان، أحدهما يؤدي إلى العلم كقولك العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، ثانيها يؤدي إلى غلبة ظن كقولك زيد يطوف ليلا بالسلاح وكل من هو كذلك فهو لص، وقد يمنع كون ذلك التعريف حدا، وعلى تسليم ذلك فهو في الحقيقة حدان، والمنع إنما هو في الحد. يعني حتى اللي قالوا الشيخ زكريا ما يعتبرش حد واحد، ده يعتبر حدين. فعشان كده يرجع إلى أصل الكلام أن أولى تدخل في ليه في الحدود. الخلاصة عشان ننتهي، أول حاجة إيه شروط التعريف، أن يكون مضطردا، خلاص، أن يكون إيه منعكسا ظاهرا، أن لا يكون فيه مجاز، ألا تتوقف معرفة الدور ده، ألا يكون بالمشترك من غير قرينة، ألا تدخل الأحكام في الحد، ألا تدخل أو التي للشك بخلاف أو التي للتقسيم. وقد انتهى الدرس والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة